أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن آخر عرض اقتصادي لهذا الأسبوع. أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بالرباط أن الاقتصاد الوطني وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية والمخاطر المحيطة بها استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية سنة 2014 وينخرط في تحسين مستمر لأدائها. واستعرض بوسعيد خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة مضامين عرض قدمه خلال الاجتماع حول النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لسنة 2014 وتنفيذ الميزانية برسم هذه السنة في انتظار النتائج النهائية التي تأتي في إطار المحاسبة العمومية، موضحا أن سنة 2014 ستسجل نموا في حدود 3% وتحكما في التضخم بنسبة 0.4%. في موضوع آخر، أفاد بلاغ للسلطات الميناءية لطنجة المتوسط بأن المغرب احتل المرتبة 16 عالميا على مستوى الربط البحري برسم سنة 2014 حسب تصنيف خاص للهيئة الأممية المكلفة بالتجارة العالمية. وذكر المصدر ذاته بأن المغرب كان يحتل المرتبة 84 عالميا قبل شروعه في استغلال ميناء طنجة المتوسط. تم أمس بطنجة تنظيم لقاء اقتصادي لعرض فرص الاستثمار والإمكانات الاقتصادية المتاحة بالمغرب أمام المستثمرين والمقاولات الإسبانية، لا سيما في مجال النقل والخدمات اللوجستية. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء التي أغلقت جلسة الجمعة على الخط الأحمر، وبالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماليكس ولداني سجل على التوالي من قيمتهما 0.24% و0.22%. وبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 10456.47 نقطة، في حين بلغ الماليكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 8581.10 نقاط. بهذا نكون وصلنا إياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة في أمان الله.